يا هلا ويا مرحبا فيكم مشاهدينا متابعينا الكرام مشاهدي تلفزيون درج الكويت والقناة الثالثة الرياضية منها تحديدا يوم رياضي آخر وجديد نتواصل فيه معاكم ومن خلال شاشة القناة الثالثة الرياضية وبرنامج واعدون. هذا البرنامج اللي نحاول من خلاله تسليط الضوء على حياة هذا الرياضي الواعد من عدة جوانب شخصية وكذلك رياضية، أسباب دخوله لهذه الرياضة، كيفية دخوله لهذه الرياضة، الصعوبات اللي واجهها، طموحه اللي حاب يحققه من خلال هذه الرياضة، أيضا أهم الإنجازات اللي حققها من خلال رياضته المفضلة. يعني نحاول نغطي حياة هذا الرياضي الواعد من عدة جوانب شخصية وكذلك رياضية. مشاهدينا الكرام خلونا نطلع في فاصل قصير ومن بعد الفاصل إن شاء الله نبلش مع أول ضيف رياضي واعد في برنامج واعدون بحلقة اليوم. أحمد الصحاف، عمري 13 سنة، ألعب جمباز. بدايتي مع الجمباز 2017 وكانت بداية صعبة، وأنا بالبداية أنا قلت حق أبوي إني بدخل جمباز وحفزني ودخلني الجمباز. قبل هذا الجمباز كنت ألعب نادي سباحة وكرة قدم، بس لقيت نفسي أقوى وأحسن بالجمباز. كثرة البطولات عند اللاعب الجمباز وايد مهم، تخليه يتعود على البطولات وما يتوتر وتحفز أكثر إنه يبي يدخل بطولة عشان يفوز فيها. إذا كان عندنا بطولة بعد فترة، الاستعدادات قبل ما نسوي البطولة لازم نام عدل ونتدرب كل يوم بدون انقطاع. الفرق بين تمرين المعسكر وتمرين النادي إنه تمرين النادي بس تمرين واحد باليوم وستة أيام، تمرين المعسكر تمرينين باليوم وستة أيام، والأفضل هو المعسكر لأنه الكابتن يشد عليك بالتمرين عشان تطلع زين. اللاعب اللي حفزني واشوف طريقة لعبه زينة هو عبد الله مغداد، لانه وايد متطور باللعبة وتعجبني طريقة لعبه. اجهزة الجمباز هي 6 اجهزة اللي هما الارضي والحصان حلق والحلق وطاولة القفز والمتوازي والعقلة. ودور الجهاز الارضي هما إذا طحت مثلاً تنخصم منك درجة كاملة، ونفس الشيء مع باقي الأجهزة. وإذا ثنيت ريلك أو مشاطك تخصم عليك 10-1، ونفس الشيء مع باقي الأجهزة. مدربي هو فيتالي ومن أفضل المدربين، وتمرينه وايد زين وقوي وخليك تطلع بطل بالمستقبل. أنا أتمرن 6 أيام بالأسبوع وثلاث ساعات يومياً، وتماريني على حسب اليوم شنو. مثلاً اليوم مثلاً أرضي حصان حلق حلق، وباجر حصان قفز ومتوازي عقلة، كذي طول الأسبوع. أسهل تمرين عندي باللعبة هو حركات الأرضية، وأصعب تمرين عندي هو حصان حلق. أفضل بطولة لعبتها هي بطولة اليونان، لأني حصلت فيها على 4 ميداليات ذهبية وميدالية واحدة برونزية، وما أنساها كلش لأنه وايد أعطتني حافز ودافع إني أكمل باللعبة. إذا كان عندي بطولة إني أدير بالي بالتمرين إني ما أتعور عشان أقدر ألعب بطولة زين، وإني أكل عدل وأنام كل يوم ما أسهر وأواظب بالتمرين كل يوم. طموحي إني أوصل للأولمبيات وألعب فيها وأفوز مركز الأول. إذا شفت مقاطع باليوتيوب عن أولمبيات أو بطولات عالمية أتعلم منهم إني ما أقطع بالتمرين، وأتعلم منهم حركات جديدة وأشوف حركات جديدة ويصيرون لي مثل إنه يحفزوني على اللعبة. إذا تنرفزت بالبطولة أو توترت أهدي نفسي وأتذكر إن عندي بطولات بعدها مو بس البطولة، وأقدر أعوض بالبطولات الجاية. نقطة الضعف اللي عندي إني لما أدش بطولة إني أتوتر، بس بعدين أصير إذا سويت زين راح يروح من التوتر، والحمد لله إني تغلبت عليها. بالنسبة للتمارين الخاصة أنا ما عندي أي تمرين خاص برا النادي، بس تماريني اللي مع النادي مني مع الكابتن واللاعبين. قدوتي بالكويت الجمباز يوسف الصحاف، بالنسبة حق لاعبين العالم ما طالعهم وايد، ما أعرف أساميهم. إني أواظب بين الدراسة والنادي إني أحط حق كل شيء وقت،
يعني مثلا اروح النادي 3 ساعات ومثلا دراسه قبلها لازم ادرس ما طالع تلفوني او التهي بشيء ثاني. عشان تكون ناجح في اي رياضه ثانيه مو شرط جمباز انك تلتزم بالتمارين وتلتزم باكلك وما تقطع برا النادي. الناس اللي شجعوني بشكل عام هو الكابتن واللاعبين، واما بشكل خاص ان امي وابوي واهلي كلهم. اللي يحتاجه كلاعب جمباز هو نادي زين والجلد والاشياء اللي يحتاجها حق النادي. دور النظام الغذائي باللعبه وايد مهم، واذا لخبطت او طلعت برا النظام الغذائي يخترب كل شيء باللعبه. اكثر صعوبه واجهتها هي ان ما اقدر اسوي الحركه وتكون صعبه وايد علي، بس بعدين اتغلب على الحركه هذه واسويها. اكتسبت من لعبه الجمباز المرونه واللياقه والحركات الباك فليب والفرونت فليب. انصح اللي ما يلعب رياضه يلعب رياضه عشان يحسن من جسمه ولياقته ويحسن من نظام حياته. أنا اسمي ناصر الناصر، عمري 9 سنوات، ألعب كيكشن كاراتي. بداية دخولي أبوي دخلني اللعبة، عجبتني اللعبة. أنا حققت بطولتين، وبطولة اسم آسيا أوروبا 2022 المركز الثاني، وبطولة رومانيا 2024 المركز الأول. أنا أتمرن 3 أيام بالأسبوع، أول شيء ندش نسخن، بعدين نلعب فايتات. أصعب تمرين عندي اللياقة، وأسهل تمرين عندي الفايتات. مدربي اللي طور مستواي كابتن شيهان عبد الله الماتوق وكابتن يوسف البقصمي. البطولة اللي ما انساها بطولة اوروبا في رومانيا، لان جبت المركز الاول ما انساها. انواع الاحزمة ابيض، برتقالي، ازرق، اصفر، اخضر، بني، اسود. كل سنة تزيد، واذا لعبك مو زين ما تزيد. استفدت باللعبة اني صرت اقوى وتعرفت ونحمي على نفسي. كل شيء كان عندي ضعيف لما دشيت اللعبة تعلمت وتمرنت صار كل شيء عندي اقوى. قدوتي بلعبة كيوكشن كاراتيه كابتن شيهان عبد الله الماتوق، وقدوتي اللي برا الكويت هم كابتن شيهان عبد الله الماتوق. تدريب المعسكر تلعب مع ناس جديدة ما تعرف لعبهم، بس تدريب النادي تحافظ لعبهم. ادي فوزي حق شيخ مشعل وشيخ صباح وديرتي ورابعي واهلي. انصحكم تلعبون رياضة لانها مفيدة حق الجسم والعقل. والآن مشاهدينا الكرام وصلنا معاكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج واعدون. عشنا وعشتوا معنا من خلال هذه الدقائق البسيطة في حياة هذا الرياضي الواعد، من خلال الرياضة اللي مارسها، أهم الإنجازات اللي حققها، طموحه من خلال هذه الرياضة، كذلك تطلع اللي حاب يحققه على مدى السنوات القادمة إن شاء الله من خلال رياضته اللي مارسها. على أمل أن نلقاكم إن شاء الله في حلقات جديدة ومتنوعة مع رياضيون واعدون جدد في برنامج واعدون. إلى ذلك الحين طبتم، وإلى اللقاء.